زينة رمضان تملأ المكان هنا في منزل السيدة نور الهدى جمل، التي تحول مهاراتها إلى مشروع منزلي للأعمال اليدوية. اليوم رح أحكي لكم عن مشروعي، هو الهاند ميد، كل شيء بخص الهاند ميد من إكسسوار من جزادين. حتى هلأ على شهر رمضان الكريم صرت أشتغل بزينة رمضان، طبعا مطلوبة كتير يعني بهالوقت. في شيء بقصه بالورشة وأنا بعدل عليه وبضيف عليه تفاصيل بسيطة بس بتعطيه جمالية كتير حلوة، إن كان لولو أو كريستال أو أي شيء ممكن نضيف له ويصير نجمله أكتر. يعني صعوباتنا بالنسبة للهاند ميد هي كيف بدك تحصلي على المواد اللي بيرضى فيها الزبون. يعني ما كل المواد الموجودة بالسوق هي مواد منيحة وبترضي كل الأذواق، بس في صعوبة والله. حتى يعني ممكن الواحد يضطر يروح على مدينة تانية يجيب أغراض شحن من محافظة تانية لحتى أقدر أعمل شيء مطلوب مني. ومن الصعوبات كمان طبعا أني أنا أم لبنتين صغار بعمر، يعني أنه بدهم اهتمام ورعاية، فالوقت كمان ضيق بالنسبة لإلي. فبلشت بالتسويق عن طريق طبعا الأقارب، شافوا شغلي وقالوا لي أنه أعملهم مثل القطع اللي أنا عاملتها وحبوهم. وبعدين انه فتحت صفحة وصرت نزل علي شغلي، وهي كانت شغلات كتير بسيطة، ولكن انه الحمد لله يعني لقيت كتير تفاعل كبير بالنسبة للعالم. فأي بنت انا بتوقع انه لازم تعمل شيء يثبت حالها، ان كان من شان المادة او ان كان من شان شخصيتها، هي بتقوى شخصيتها اكتر. وان شاء الله الله بيقويني وبقدر افتح مشغل وصل فيه بضاعتي لاكبر عدد من الناس، وحتى اقدر اعلم اكبر عدد من الصبايا، لاني كتير في صبايا بيحكوني وبيكونوا انه حابين يتعلموا. بيقول وقت ليس عائقا امام نور الهدى لتطوير نماذج فنية تلبي مختلف الاذواق، وتحقق عبر مشروعها مردوداً إضافياً للأسرة.